بس هي دي البروفيسير. احنا هنشتغل على البروفيسير. ممكن مثلا نعمل مهندس كهرباء. حلو، ممكن نعمل دي. فعلا بايظه. بايظه بجد والله؟ اه اول مره اعرف. هدوء. انت بتعمل ايه يا اخويا؟ هدوء اتفضل. هدوء. انت شغال تكييف كتير؟ انا اصلا ما عنديش تكييف. ازاي؟ انا باين عندي انت عندك تكييف. ان شاء الله في الخطه الجايه. هنعدي سلك من هنا. ندوس على دي ونقفل هنا. كله هيبقى تمام. انت مش فاهم ليه؟ انا عايزك تقوم تولع النور. مش اي حد يبقى بروفيسور. دكتور محمد ضياء سرحان الدكتور المعتمد دوليا في جراحات السمنة واللي هيعمل لك عملياتك في اكبر مستشفى في الشرق الاوسط، اول جراح في مصر بيستخدم التخدير الموضعي، خبرة اكتر من 10,000 عملية باعلى نسبة نجاح. خليك في المضمون واختار البروفيسور.